من روى روايات الهجوم على الدار من راويها في حساب الاحتمالات يمكن العدو يروي رواية خب إلى قيمة احتمالية معينة ولكن إذا الصديق يروي المدافع يروي الذي يعتقد يروي اللي في ضرر ان يروي هذه الروايه القيمه الاحتماليه ترتفع ارتفاع كبير القاعده الفقهيه والقانونيه اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جائز من اللي راوي هذه الروايات انتم لاحظوا كتاب الهجوم على بيت فاطمه صلوات الله عليها، في هذا الكتاب من صفحة 154 إلى صفحة 217، يعني أكثر من ستين صفحة، يذكر اعترافات علمائهم، مو علمائنا. يذكر اعترافات أكثر من ثمانين من علمائهم أربعة وثمانين واحد ينقل اعترافاتهم وواحد من هؤلاء ابن تيمية ابن تيمية معروف معروف بتشدده ضد أهل البيت ضد أتباع أهل البيت وله منهجية حتى هذا يعترف بعد اكو مجال للتشكيك؟ اذا ابن تيميه يعترف يتمكن واحد يجي يشكك؟ يقول ماكو في صحيح البخاري؟ ابن تيميه في كتاب منهاج السنه النبويه، طبعا الكتاب ما عندي الان، لكن اكثر من مصدر نقلوا عنه في المجلد الثامن صفحه 291، ابن تيميه يعترف بالهجوم على الدار ولكن يبرر هذا الهجوم. ما ينكر هذا الهجوم يبرر تبرير أقرأ لكم عبارة ابن تيمية أنا هاي العبارة قرأتها في مصدر آخر منقول عنه يقول نحن نعلم يقينا أن فلانا لم يقدم على علي بشيء من الأذى حاشاه هل يمكن ان يؤذي عليا ابدا ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أولا وآخرا ما يمكن أن يؤذي سعد بن عبادة الجن قتلوه وغاية ما يقال إنه كبس البيت يعني هجم على البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه في بيت علي وفاطمة اكو احتمال أموال اكو مجمدة هناك أموال المسلمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو قطعا وحدة من أهل البيت فاطمة صلوات الله عليها سأي شيء يكون المراد بأهل البيت فاطمة من أهل البيت لعلها ضامة أموال في بيتها أموال منه أموال المسلمين ومنين إجت هاي الأموال إذا في بيت فاطمة صلوات الله عليها أكو أموال رسول الله أعطاها هذه الأموال إذا أكو لعله أكو هنالك أموال بعدين أكو هذا الاحتمال أن يكون هنالك مال أن تكون هنالك أموال خب دز فد وفد فد جماعة فد رجل فد امرأة حتى يروح يفتش في الدار ماكو احتياج الى الهجوم على الدار. اكو منهج اخر ايضا. انه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه علي وفاطمه حبسا هذه الاموال عن مستحقيها ولكن هذا الرجل قلبه يحترق على الفقراء والمساكين لا جوعا وألما خطية الآن الظهر صاير جواع زوجتهم تطالبهم بالمال يريد أن يأخذ هذا المال من بيت علي وفاطمة ويعطيه لمستحقي وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط أبدا باتفاق أهل العلم والدين وإنما ينقل مثل هذا جهال الكذابين أربعة عالم من علمائهم وكاتب من كتابه يعترفون بذلك راجعوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة 84 واحد عندما تجمعون هاي القرائن تصلون إلى وقرائن أخرى لأن إحنا الآن مو في هذا المجال هذا مجرد مثال عندما تجمعون هذه القرائن تصلون إلى مرحلة اليقين العلمي بل تصلون إلى مرحلة اليقين الرياضي حتى إذا بالبخاري ماكو ، حتى إذا في صحيح مسلم ماكو